بسم الله الرحمن الرحيم. معكم مدرس نجمي، مدير سابق من مدرسة المحازين. نظرا للتجربة اللي كنت في المؤسسة ديال المحازين، كان أول مرة درنا السقي بالتنقيط، والسقي بالتنقيط عطانا واحد فرصة باش نغرسوا مجموعة ديال النباتات مع الاقتصاد في الماء، لأن الاقتصاد في الماء هو مهم بالأخص في هذا الوقت الراهن. لأن الظروف قلة المياه، قلة الأمطار، والنباتات في أمج الحاجة إلى الماء، فارتأيت بأن هذه المؤسسة ديال صناصير الجوج ندير مبادرة السقي بالتنقيط جميع المناطق باش تقتصدوا على الماء، تكون مثال المؤسسة التعليمية باش ما يكونش التبذير، لأن التبذير ديال الماء فهو كيعطي مثل الأرض مجموعة ديال النباتات الطفيلية، فالسقي بالتنقيط يعطي غير هذيك النبتة، الغرض هذيك النبتة باش تسقى. مثلا إذا مثلا القطار ديال الأرض فلاحي سقى عادي يعطينا حتى 16 ساعة، والسقي بالتنقيط يعطينا 4 السوايع 3 السوايع يتسقى كامل ويتسقي غير النباتات. ف هذا العمل التطوعي درناه هذه المؤسسة باش تزيد تنمى ويكون عندها واحد القضاء أخضر، وبصبح حتى التلاميذ يعرفوا ما معنى الاقتصاد في الماء، ماشي اقتصاد الماء في المؤسسة، خاصة حتى الاقتصاد في المنازل ديالهم، يعرفوا بأن الماء راه قليل خاصنا نقتصدوا عليه. واليوم احنا حاضرين هنا والحمد لله، وإن شاء الله غنكملوا هاد المناطق هذه ونزرعوا مجموعة ديال النباتات. وتنشكر السي رفيق على هاد الاستضافة، وحنا شركاء ونعاونوهم في سبيل الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.